الاحتفالات بتعود لمدرجات استاد القاهره عند كل جمهور الزمالك النهارده بعد الفوز على فيوتشر بنتيجه 2-1، اول انتصار بيحققه الزمالك في العام الجديد عام 2023. خليني اقول لكم مليون مبروك لكل جمهور الزمالك النهارده، يعني خليني اكلمكم على كواليس اللقاء الاكثر من ناري عند جمهور الزمالك اللي النهارده من اول لما دخل للمدرجات كده كان قاعد هادي خالص، ما كانش فيه اي هتاف من جمهور الزمالك ولا كان فيه اي احتفالات او هتافات من جمهور الزمالك بعد ما دخلوا الملعب. لكن خليني اقول لكم ان النهارده كابتن علي ماهر هو اللي كان حريص اللي هو يكون متواجد على الدكه اثناء اجراء عمليات الاحماء ويدخل كده مع اكتر من حد من مساعديه في وصله حوار اثناء اجراء لاعبيه ولاعبي يعني الزمالك لاجراء لعمليات الاحماء. لكن النهارده جمهور الزمالك بقى هو اللي لاحظ كده نزول اللاعبين، بدا كل الجمهور اللي متواجد في المدرجات يهتف بشكل قوي وبشكل كبير جدا لمستر فيريرا، وبداوا يعني يهتفوا كده 1 2 فيريرا ثانك يو، وبداوا على طول يكون في هتاف قوي وهتاف خاص لمستر فيريرا النهارده. طبعا الجمهور اللي موجود في المقصوره الرئيسيه بقى بدا يستقبل كده كابتن اسامه نبيه بالهتاف، وبداوا يحيوه وبداوا يوجهوا له التحيه الكبيره جدا اثناء تواجده كده او توجهه لدكه الزمالك في اولى مباراته كده النهارده مع الزمالك في الاداره الفنيه الجديده ليه لنادي الزمالك. لكن خليني اقول لكم ان طبعا في صوره محترمه جدا بقت بقى دكه الزمالك تتوجه وتصافح دكه فيوتشر، وبدا على طول يكون في ضحك كده ومصافحات ما بين كابتن علي ماهر وما بين كل دكه الزمالك قبل بدايه المباراه. لكن خليني اقول لكم بقى ان الجمهور الزمالك النهارده ما وقفش هتافاته وما وقفش دعمه للاعبته من اللحظات الاولى من المباراه، بيهتفوا بشكل كبير وبيدعموا لاعبتهم بشكل قوي جدا، وباين بقى التوجيهات على الدكتين. كابتن علي ماهر على طول واقف وعلى طول بيزعق وعلى طول بيواجه لاعبته بشكل مستمر اثناء مباراته قدام الزمالك، وده بقى اللي بيعمله كابتن اسامه نبيه اللي واقف بشكل دايم وبشكل مستمر وبيوجه لاعبته بشكل دايم وبشكل مستمر النهارده قدام فيوتشر. لكن بقى طبعا الاجواء بدات تتحول لاجواء سعيده جدا اول لما جه جون اول للزمالك كده، وبدا كل جمهور الزمالك يحتفل بشكل كبير جدا، وبدات السعاده تظهر على الجميع في المدرجات، وبدا بقى الرضا والارتياح يظهر على الكابتن اسامه نبيه اللي بعد الجون الاول على طول بدا كده يطالب لاعيبه الزمالك بالضغط اكتر وبالاستمراريه كده في الضغط على لاعيبه فيوتشر. القلق بدا يظهر على الكابتن علي ماهر مدير فني النادي فيوتشر، واللي بدا على طول بقى يسال الحكم الرايه كده، اللي يعني مفيش اي قرار وما فيهاش الكوره ما فيهاش تسلل ولا اي حاجه، بدا ياكد له ان الهدف سليم 100%. لكن خليني اقول لكم ان جمهور الزمالك النهارده على طول بيهتف وعلى طول بيدعم لاعبته في المدرجات او من المدرجات كده، حتى اول لما جه هدف التعادل اللي احرزه مروان محسن النهارده، واللي بدا بقى على طول يكون في سعاده على الكابتن علي ماهر اللي فضل واقف وفضل يدعم او يطالب لاعبته بالتركيز اكتر بعد الهدف، ما كانش فيه احتفال عليه لكنه بدا على طول يطالب اللعيبه بالتركيز اكتر واكتر قدام الزمالك بعد الهدف الاول، وبدا على طول بقى النهارده يكون يعني في يعني احتفال خاص بقى ما بين مروان محسن وما بين كابتن علي ماهر اللي على طول بدا يروح لمروان محسن ويحتفل معاه ويحضنه كده بعد الهدف. كابتن اسامه نبيه واقف على الخطوط وبيطالب بلعبته بالرجوع وبالتركيز اكتر قدام الفيوتشر النهارده. لكن خليني اقول لكم بقى اللحظات الاخيره كده من الشوط الثاني كانت سعيده عند كل جمهور الزمالك اول لما جه هدف ثاني، والجميع بدا يحتفل بشكل كبير جدا والجميع بدا يظهر عليه السعاده القويه جدا في المدرجات النهارده، وعلى كل لاعيبه الزمالك اللي احتفلت على الدكه بشكل قوي جدا، وكل بدا يحتفل وكل بدا يظهر عليه السعاده القويه جدا، وبدا النهارده بقى على طول كده يعني اكتر من حد من لاعيبه الزمالك يدعموا ويطلبوا لاعيبتهم بالتركيز اكتر واكتر بعد الجون الثاني، وبدا على طول عمر جابر بقى يحمس لاعيبه الزمالك ويطالبهم يعني بالاستمراريه كده وبالضغط المستمر. طبعا القلق بقى والغضب القوي جدا بدا يظهر على ملامح الكابتن علي ماهر اللي باين اللي هو متضايق جدا وباين اللي هو غضبان جدا النهارده بعد الجون الثاني للزمالك. طبعا القلق بقى والتوتر باين على مسؤولي الزمالك اللي متواجدين في المدرجات واللي قاعدين متابعين بشكل كبير بشكل قوي اللقاء النهارده، وباين عليهم التفاعل مع اكتر من كوره كده. لكن خليني اقول لكم اللي اول لما انتهى الشوط الاول بدا يتوجه كده اكتر من حد من لعيبه الزمالك يعني حكم اللقاء يتكلموا معاه بعد نهايه المباراه، بدا الجمهور يسقف للعيبه بعد نهايه الشوط الاول كده اثناء دخولهم، وبدا بقى يكون في رسائل خاصه النهارده من جمهور الزمالك للاعبتهم اثناء توجههم كده او دخولهم للغرف ما بين الشوطين، وبدا يهتفوا كده يعني الزمالك اسم كبير عايزين اللعيبه تلعب بضمير. الشوط الثاني بقى الانفعال اكتر على الكابتن علي ماهر اللي على طول واقف وعلى طول بيزعق وعلى طول باين عليه يعني التوجيهات المستمره والغضب القوي والغضب الكبير، بيعترض كبير بشكل قوي بشكل كتير جدا على حكم اللقاء النهارده كابتن علي ماهر. الكابتن اسامه نبيه واقف بقى النهارده بيتحصن بشكل مستمر وبشكل دايم وبيتمتم كده بالاذكار اثناء تواجده على الخطوط. بيبدا الكابتن احمد عبد المقصود يقوم من يعني من وقت للتاني كده ويقف مكان الكابتن اسامه نبيه ويبدا يعني يوجه لاعيبه الزمالك من على الخطوط. لكن خليني اقول لكم ان النهارده اكتر من مره كده واكتر من مشهد بيقوم كده الكابتن اسامه نبيه وبيتوجه ويروح يقف مع الكابتن اسماعيل يوسف
ومعها اكتر من حد من مساعديه كده يعني حسين ياسر محمد واكتر من حد من دكه الزمالك ويبدا يتكلم معاهم وتشاور معاهم في المباراه. طبعا الكابتن علي ماهر النهارده واضح اللي هو الان واضح بقى الاعتراض على دكه بيراميد دكه فيوتشر اللي قامت اعترضت اكتر من مره واتكلمت مع حكم اللقاء اكتر من مره. كابتن علي ماهر على طول بيتكلم وعلى طول بيتكلم مع حكم اللقاء وعلى طول بيزعق من على الخطوط وواضح الشده عليه واللي بدات تظهر بقى عليه في الاول لما بدا على طول يقول يا رب كده وبدا يدعي في احدى الكور كده وبدا يقول يعني يقول يا رب التعادل وبدا على طول يظهر عليه القلق الكبير جدا في اللحظات الاخيره. طبعا جمهور الزمالك في المدرجات بيهتف وبيدعم لاعيبته بشكل كبير جدا وبيبدا يطالبهم يعني بالضغط الاقوى على لاعيبه فيوتشر خصوصا بعد يعني تمثيل فيوتشر لضغط كبير جدا في اللحظات الاخيره على الزمالك. دكه بقى فيوتشر قامت بشكل دايم وباين عليهم القلق وباين عليهم الحديث المستمر. بدا يعني عبد الكريم الوادي كده اثناء تغييره يتكلم مع الكابتن علي ماهر ويساله يعني ليه خرجتني وبدا يتوجه كده في حاله هدوء خلص على دكه فيوتشر. بدا بقى الجهاز الفني للزمالك بالكامل يقوم ويقف ويتفاعل في اللحظات الاخيره. الكل الان والكل بيتفاعل. الكابتن علي ماهر بيجري كده ورا الكوره وبيبدا يجيبها باين على الجميع اللي هو يعني الان الكابتن علي ماهر عايز يخطف هدف التعادل في اللحظات الاخيره. دكه الزمالك بالكامل واقفه ونفسها اللي الانتصار يكمل للاخر واللي هم يقدروا يخرجوا بنتيجه ايجابيه النهارده قدام فيوتشر. الكل واقف والكل بيتفاعل وكل لعيبه الزمالك المتواجدين على الدكه كده بيدعموا لاعبتهم المتواجدين في ارضيه الملعب اكتر من ورا كده. بيروح بقى زيزو يتكلم مع الكابتن اسامه نبيه ويقول له يعني على عدد التمركزات كده وعدد من النقط الفنيه اللي هو كان بيطالبه اللي هو يوجه بيها لاعيبه الزمالك وده اللي كان بيعمله امام عاشور النهارده اللي راح برده وقف مع الكابتن اسامه نبيه اكتر من مره كده وبدا يتكلم معاه في عدد من الامور الفنيه اثناء المباراه. لكن خليني اقول لكم بقى اللي اول لما انتهى اللقاء استعاده قويه جدا واضحه على كل دكه الزمالك اللي بدات على طول كلها بالكامل كده تتوجه للكابتن اسامه نبيه ويحتفلوا معاه وبداوا يهنوا بعض كده بالفوز الانتصار النهارده على فيوتشر بنتيجه 2-1. الكل باين اللي هو سعيد والكل باين اللي هو فرحان. دكه فيوتشر برده كان باين عليها الغضب وبدا بقى اكتر من حد كده من الجهاز الفني لفيوتشر يعترض على حكام اللقاء اثناء توجههم لغرف الملابس. لكن جمهور الزمالك بقى النهارده هو اللي كان ليه هتاف خاص وقوي جدا النهارده منه لمحمد عبد الشافي لاعب الزمالك واللي بدات كل المدرجات وكل الجمهور المتواجد في المدرجات يهتفوا له ويحيوه بشكل كبير جدا. لكن عبد الشافي كان رافض اللي هو يروح ويوجه التحيه بمفرده كده للجمهور وبدا اثناء وقوفه يطالب الجمهور ان الهتاف ما يكونش باسمه بس يكون باسم كل لاعبي الزمالك وبدا يشاور لهم كده ويقول لهم يعني اهتفوا اللعيبه كلها. لكن طبعا برضو اصر الجمهور على الهتاف الشخصي لعبد الشافي وده بقى اللي خلى عبد الشافي في الاخر توجه بمفرده كده للجمهور وبدا يحييهم لكنه على طول توجه سريعا ورجع وبدا برضو يقول لهم نفس الحركه اللي انتوا اهتفوا للعيبه كلها. بدا يكون فيه هتاف خاص وقوي جدا النهارده من كل جمهور الزمالك لسيف الجزيري اللي بدا على طول يعني يتوجه لهم كده وبدا يوجه لهم التحيه وبداوا يهتفوا له بشكل كبير وبداوا يحيوه بشكل قوي جدا النهارده بعد نهايه المباراه. يعني سعاده واضحه على كل جمهور الزمالك اللي بيغادر في حاله سعاده وفي حاله ارتياح كبير جدا النهارده بعد الفوز على فيوتشر بنتيجه 2-1 وهتاف خاص لفيريرا في اللحظات الاخيره وبعد نهايه المباراه كده اثناء مغادرتهم للمدرجات كانوا بيهتفوا لمستر فيريرا بشكل كبير جدا اللي يعني رحل بشكل رسمي عن يعني الاداره الفنيه لنادي الزمالك النهارده. بنقول لكل جمهور الزمالك وكل لاعبي الزمالك وكل مسؤولي الزمالك مليون مبروك على الانتصار الغالي بيحققوه قدام فيوتشر بنتيجه 2-1 وهارد لك لكل لاعبي فيوتشر وكل مسؤوليه.